ما حقيقة إصابة دنيا بطمة بمرض خطير داخل السجن؟ وفيديو يكشف معايدتها لابنتها الصغرى في عيد ميلادها. حسد مذكور ولا شاركت عائلة الفنانة المغربية دنيا بطمة متابعيها عبر صفحتها الشخصية في إنستغرام مقطع فيديو لابنة دنيا ليلى روز بمناسبة عيد ميلادها، وظهرت في مقطع الفيديو غزل ابنة دنيا الكبرى وهي تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها الصغرى، إذ ظهرت وهي تمسك بيد ليلى التي ارتدت فستانا جميلا لشخصية فروزن الكرتونية. وفاجأت غزل شقيقتها بقالب الحلوى الذي زين على شكل قصر أميرات ديزني بعد دخولهما للصف، وأرفق مقطع الفيديو بتعليق كتب فيه: هذا الفيديو فرحني، غزل نزلت من القسم تحتفل مع اختيها الصغيرة، وهنا عرفت ان غزل فهمت ان الاخت الكبرى هي السند. ربنا يحفظكم ويخليكم لمامتكم دنيا، والله يفرجها عليها يا رب. عيد ميلاد سعيد يا عينيا. وتفاعل الجميع بشكل واسع مع الصور والمقطع، وأثنوا على دور غزل وطريقتها في التعامل مع شقيقتها الصغرى بحب ومسؤولية كما لو أنها والدتها. وعبر الكثير منهم عن تأثرهم بحركاتها وأسلوبها في مفاجأة شقيقتها واحتضانها ومراعاتها، متمنين لهما أن تكونا في حضن والدتهما قريباً. وجاء في التعليقات: ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يحفظهم يا رب ويخرج ماميتهم على خير يا رب. وفي تعليق آخر: الله ياخذ الحق، والله حتى فيديو بكاني، ما شاء الله غزل دايرة دور الأخت الكبيرة، الله يفرجها على دنيا. كما علقت شقيقة دنيا بطمة ابتسام على المنشور قائلة: الأخت السند، وهذا شي تعلمناه من صغرنا، الحمد لله الخاوة حدها في الدنيا، والله يحفظ لي بنياتي ويفرجها على أختي الحبيبة، والله ياخذ الحق. وفي سياق مختلف، كشفت مصادر مطلعة من داخل أسوار السجن المحلي الأوداية لجريدة مراكش الإخبارية عن إصابة الفنانة المغربية دنيا بطمة بمرض البهاق أو ما يعرف بالبرص. وفي التفاصيل، تناقل جمهور دنيا بطمة خلال إحدى حفلاتها الخاصة سنة 2023 خبر إصابتها بالبرص بعدما لاحظوا وجود بقع على مستوى يدها تشبه تلك التي يتسبب فيها مرض البهاق خلال بدايته، وهو الشيء الذي لم تؤكده أو تنفيه الأخيرة رغم تواصلها الدائم مع متابعيها عبر منصات التواصل، في حين فسر بعض مسانديها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأمر كون هذه البقع هي نتيجة لجلسات تجميلية لتحسين لون ومظهر البشرة. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.